لازم يسقط هالقرار، لازم يسقط هالقرار. احنا بجامعة بيروت العربية بفرع بيروت قدام مبنى الحريري حاليا اعتصام اعتراضا على قرار الجامعة الاخير بدولارة الاقساط بشكل شبه كامل ومضاعفة قيمتها بالدولار. هيدي النقطة الاساسية، مش بس بسبب انهيار الليرة زادت القيمة او زادت القيمة باللبناني، لا بالعكس، حتى بالدولار تم مضاعفتها اللي هو ضرب من ضروب الجنون. أنا ككلية طب الأسنان زاد السعر علي تقريباً، عندي حوالي 8000 دولار تقريباً بالسمستر. بهيك وضع محترق حرام، هيدي جريمة بحق الطلاب، خاصة في طلاب بكلية الطب وصلوا لحدود السنة الخامسة ومش قادرين إنهم يكفوا. بالدولار مش هندفع، بالدولار مش هندفع، بالدولار. نحن هلأ بنص الطريق، لا قادرين نكفي ولا قادرين ننقل جامعة تانية ضيعنا لأن سنين قبل. كثير الواحد صار تقريباً عم بكلف 7000 دولار علينا، هيدا من غير دورمز، من غير مصروف شخصي، يعني من غير مصروف طريق. بدنا مجالس طلابية تحميلة من الحرامية. إدارة لو بهمها تتحاور مع الطلاب وتسمع رأيهم ما كانت منعت العمل السياسي بالجامعة من سنين، وما كانت عرقة للتسجيل النوادي من النادي العلماني للنادي النسوي لحتى نادي الأفلام. الإدارة لو بدها تعمل حوار مع الطلاب كانت فتحت مساحة للمجالس الطلابية والانتخابات الطلابية، ما كانت تركتنا واقفين هون بالشمسات لحتى نطالب بحقوقنا.